السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، لو سمحت ارفع صوتك تفضلا. عندي كذا سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضلي وأجيزي. السؤال الأول، أنا حاطة وديعة في بنك فيصل وبتجيب لي أرباح، الأرباح دي ما ينفعش أصرف منها ولا ينفع أطلع؟ لا ما ينفعش، هذه الأرباح ربا، كل البنوك شأنها واحد. تمام. طب ينفع الأرباح دي أطلعها لحد طالب يعني يستفيد من فلوسها في مصاريف العلم؟ ممكن، لكن لا تربطك به قرابة. تمام. طيب بعد إذن حضرتك، السؤال الثاني، أنا جايبة عندي شقة وبتطلع يعني بأجرها، الشقة دي تمنها عالي، هو عليها زكاة ولا لا؟ الشقة المؤجرة ليس عليها زكاة. طيب لو في شقة تانية بتاعتي برضو أنا بطلع يعني عاملها زي مشروع كده خياطة وكده، الأرباح يعني الفلوس اللي تجيلي منها ليس على الأصل زكاة، إنما الفلوس إذا اجتمعت معك أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول زكيت. طيب تمام. معلش، الآية ولا تسألون يومئذ عن النعيم، هو الطعام اللي بيبقى متبقي يعني كده عليا لما بيكون يعني أنا مش محتاجاه فبحطه في كيس في الكمامة يعني، فهل يعني حاولي تطعميه حتى أنا أرميه ولا يعني هسأل على يعني هو طعام تالف أو طعام زائد؟ طعام تالف يعني أولاد صغيرين أكلوا منه، فأنا التالف خلاص ليس عليك شيء في التالف، لكن لو أعطيتيه حتى لطيور لكان أفضل، لكن ما دام تالف السؤال عنه خفيف. معلش أنا أسأل، لو يعني والدتي في مبلغ من المال قبل ما تتوفى كانت عيناه لما تطلع بيه عمرة، فهي طلعت عمرة مرة وما ربنا ما أردش إن هي تطلع تحج، ينفع المال ده أخويا يبقى يخليه معايا لحد ما يجي يطلع الحج عنها ولا هي لأ؟ ماتت رحمة الله عليها. المال مال وارث، كل وريث يأخذ نصيبه، وبعد ذلك إذا طابت نفوسهم أن يحجوا عنها أو يتبرعوا لمن يحج عنها لا بأس، أما عنوة فلا يجوز. طيب معلش بعد إذن حضرتك، هو الوالدة وهي في آخر أيام الوفاة ما كانتش يعني في مدركة قوي، فالصلاة بتاعتها ينفع أديها عنها؟ لا يؤدي أحد عن أحد الصلاة، بارك عشان الله فيك. هي كانت في حالة مرضية يعني، لا يؤدي أحد عن أحد الصلاة، تسقط عنها إذا كانت في غير وعيها. شكرا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا محمد أبابيه. السلام عليكم، لك بمثل الشيخ مصطفى. عليكم السلام الشيخ مصطفى. اتفضل يا حبيبي. انا صحيح يا شيخ مصطفى، كنت داخل مدرب مع اخ يعني، و ساعتها يعني اديته الفلوس من 3 سنين قلت له شغل راجل خلاص يعني، انا عارف ان هو بيوزع من ارباح، بس اتكسفت اقول له انت بتوزع كام يعني، نسبه تبعك كام يعني. لغايه مؤخرا عرفت يعني ان هو لازم يبقى الاتفاق
على نسبة ربح الشرط الأساسي بالمضاربة يعني. فسألته قال لي أنا بوزع 50-50 يعني من الربح. معنى ذلك بقى إن اللي فات بقى كان يبقى المضاربة عقد المضاربة فاسد ولا يا حبيبي هو رجل أمين؟ هو أمين وأنت أعطيته المال على سبيل الاتجار فيه وإعطائك نسبة من الربح؟ بس ما اتفقناش. أيوه ما اتفقتوش ترجع للنظام العام للعرف السائد في نفس المهنه. يعني الفلوس دي حلال يعني يا شيخ مصطفى؟ انا اقول لك اذا كان يعمل في تجاره حلال وانت تعاقدت معه على ان لك نسبه من الربح خلاص الفلوس حلال، هنحرمها لماذا؟ فاهم يعني قريت في تو ان هو لازم خلاص يا حبيبي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى، عليك بخير إن شاء الله. الحمد لله أنا بخير وطيب. نحبك في الله والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا كل خير وعنا. وإياك حبيبي. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. وعليكم. تفضل. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ والله ما احتفل الصحابة به ولا احتفل الرسول بموعد مولده عليه الصلاة والسلام. غاية ما فعل يوم كان يصوم الاثنين وقل ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. نعم. اما احتفال وطبل وزمر ونفافيخ وحلاوه كل هذه الصور لم تعهد في عهد الرسول ولا اصحابه. بارك الله فيك. مع السلامه. فاطمه بنت علي ولك بمثل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصطفى. نعم. كنت عايز اسال بس عن ما حكم المسح عن الشراب المتقطع. المقطع؟ لا تمسح عليه. لا امسح عليه من اساس يعني. لا تمسح عليه، اريح لك وابعد عن كل الشبهات. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام، مساك يا شيخنا. الحمد لله بخير. تويت انا اسالك سؤالين يا شيخ. تفضل. ما رأيك في الاستماع لفضيلة الشيخ محمد سعيد أستاذ؟ إذا كان يعلم الناس قال الله قال رسوله استمع لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يعني إذا بس أنت لست بأمين. أنت لست بأمين. تعرف لماذا لست بأمين؟ إيه؟ أنت لست بأمين، تعرف لماذا؟ لا أنا عشان تعرف لماذا لست بأمين؟ يعني أحتفظ بيها بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. هو أنا كنت يعني مهتمة بقراءة الكتب الروائية والتنمية البشرية والكلام ده يعني، فالحمد لله إن الله سبحانه وتعالى من عليه إن أنا يعني تحولت إن أنا عايزة أقرأ كتب شرعية وتفسير وهكذا، فأنا معايا كتب كتير خالص من الكتب دي، فهل يجوز إن أنا أبيعها وأشتري بدلها كتب الكتب شرعية؟ الكتب هذه التي كنت تقرأين فيها كتب تنفعك في دينك ودنياك او تضرك في دينك ودنياك؟ هي ترفيهية يعني زي روايات مغامرات وهكذا خيالية خيال علمي والكلام ده. لا يعني هل فيها في النهاية انتفاع في الدين او في الدنيا؟ اذا كان فيها انتفاع في الدين او في الدنيا فلا بأس، اذا لم يكن فيها انتفاع في الدين ولا في الدنيا فرفضتيها ترفضيها ايضا لغيرك. تمام. شكرا. بارك الله فيك يا ام اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام.
وبركاته. الحمد لله، اتفضل. كنت سمعت في خطبه في الشيخ بيتكلم على انه الايمان بالدار الاخره. الايمان بالدار الاخره بيتضمن الايمان بالاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طيب احنا دلوقتي بنتعرض احيانا لناس نفاجئ ان هم بينكروا عذاب القبر، وناس يقول لك انا مؤمن بالدار الاخره لكن انا مش مؤمن بمنكر ونكير وازاي هيقعدوا في القبر، ومن دي كلها ورد. بس ايه باختصار، هؤلاء قوم من اهل البدع ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر، فهؤلاء طائفة من اهل البدع ردوا احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ردوا متأولين الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. بقول لحضرتك يا مولانا، انا بشتغل في السياحة. وفي المحل عندنا زي تماثيل اللي هي الفرعونية وكده، وفي هم جايبين شيشة، يعني انا بشتغل في المحل جايبين شيشة وكده، مش بشتغل في الشيشة، ان انا يعني اطمنت من قلبي وبفتاوى العلماء زي حضرتك كده انها حرام. يعني انا بسأل حضرتك على التماثيل، هل في مشكلة ان انا بيعها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام. السلام عليكم. مرحبا يا والد الشيخ سيد الأجدر، حفظك الله وبارك فيك وفي ذريتك، ولك بمثل يا أخي محمد القيسي، جزاك الله خيرا يا تقوى الله. السلام عليكم. عليكم السلام شكرا. نعم. حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. صح حديث الرجل الصحابة شيخه من همته ونشاطه فقال لو كان هذا في سبيل الله. يعني انت مختصر اختصار اكثر من اللازم، لو اطلت بعض الشيء. حديث احد الصحابه شكوا رجل راى من يمته ونصره فقال يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، قال ان كان خرج يسعى على ابويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. لا يصح. لا يصح؟ اي. حبك الله يا محمد فوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك بارك الله. اللهم اعزك يا رب. بعد اذنك من سؤالين الله يكرمك. اتفضل. يعني اتمنى بس ما توصلش المكالمه بين السؤالين الله يكرمك يا رب. لا اعدك على حسب كلامك. لا كلام بسيط ان شاء الله بسيط. اتفضل. يعني بس عشان السهو بس الله يكرمك. كان في امر كده تعريض في الكلام، انا هعرض بس في الكلام في العموم، يعني ان في اخت طلبت 100 جرام، فضلتك كنت حكمت ب 40 جرام. الكلام ده من اسبوع، فالاخ الوسيط بعت الرساله على الواتس وما فيش رد لحد دلوقتي. انا موقفي ايه دلوقتي؟ الموقف ايه دلوقتي؟ والله ما اعرف 40 جرام و100 جرام ايه الموضوع، ما ادري والله ما اعلم. كان في مكالمه، طيب كان في مكالمه حصلت بيني وبين فضيلتك. ايوه. كان في مكالمه حصلت بيني وبين فضيلتك من اسبوع. بشان ايه؟ بشأن ان في اخت كان في زواج وما كانش في مهر ولا كان في قايمه ولا كان في شيء. لا ده هذه قضايا لازم تسمع فيها الاطراف كلها، بارك الله فيك. طيب السؤال، ما يصلح نحكم غيابي، في فارق لازم تنتبه الى امر. تفضل. هذا الامر الذي ينبغي ان تنتبه اليه هما امران في الحقيقه. الامر الاول اننا عند التحكيم يجب وجوبا ان نسمع الطرفين. الامر الثاني، اذا كنت تقول اننا قلت 40 او 60 او الاخر ما ادري، لكن الصلح يختلف عن الحكم. الصلح يختلف عن الحكم. في الصلح مثلا انت لك 1000، قلت لك يا محمد خلي الالف يا اخي سبحان الله خليها 500، هذا اسمه صلح مش حكم. الحكم انك تأخذ 1000 التي لك. ما مستندي على هذا الذي قلته؟ مستندي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اثر صوت سمع في المسجد، فوجد كعب بن مالك رضي الله عنه يتقاضى عبد الله بن ابي حضرة دينا، يقول هات ديني
الآخر يقول ما عندي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شطر مالك صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضيه، ده صلح صلى الله عليه وسلم. ففي فارق بين الصلح وفارق بين الحكم وفارق بين الفتوى. الفتوى أنا أجيب في الفتوى على قدر اللي يستفتيني بناء على كلامه، مش حكم ولا صلح. يعني واحد يستفتيني فتوى ويقول حصل لي وما حصل لي وزيد وعمر، أنا أفتيه على بناء على كلامه. لكن كحكم يلزم أن أسمع الطرفين، كصلح يجوز أن أقول لشخص تنازل عن شيء من حقك. طيب السؤال بس ده ثلاث نقاط تعرفها بس، الله يكرمك. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك اتفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام ثلاثة أيام. نعم. هل في راوي من الرواة غير الحديث ده أنه يخصص الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ لا، شوف، أولا حديث أبي هريرة هذا جاء من عدة طرق. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى، أن أوتر قبل أن أنام، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. نفس الحديث روى عن أبي الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، نفس الثلاث. وروي نحوه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، لكن سنده عن أبي ذر مرسل. فثلاث أحاديث في باب واحد تعطي نفس الوصية. بعد هذا أحاديث الحث على صيام الثلاثة أيام البيض، ثالث عشر، رابع عشر، خمس عشر، أحاديث أخرى مستقلة لا يخلو سند حديث منها من مقال. فبعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها وبعضهم يبقيها في حيز الضعف. فالذين تجوزوا قالوا نتجوز لكونها في فضائل الأعمال. القول الفصل نصوم الثالث عشر الرابع عشر خمس عشر. والله أنا فضائل الأعمال أيام. لا أنت الروايات العامة أصح، يعني حديث أبي هريرة أوصاني خلي بثلاث صيام ثلاثة من كل شهر سنده أصح بكثير من الأحاديث التي فيها الحث على صيام ثلاث بيض. انضم إليه حديث أبي الدرداء، انضم إليهما حديث أبي ذر المرسل. وما تميل إليه الشيخ مصطفى؟ والله أنا شوف يا شيخنا، يعني أنا إذا صمت وأنت إذا صمت الثلاثة البيض قد عملت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عملت بالحديث العام اللي هما الثلاثة متفرقين ولا بالترتيب؟ لا، ما هو أقول لك أيا كان، لكن إذا أنت الآن صمت الثلاثة البيض ألست امتثلت حديث الرسول أوصاني خليلي بثلاث منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ إن شاء الله امتثلت. فإذا كانت هناك أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحث على صيام الثلاثة البيض هي في كل سند منها مقال لا يسلم سند واحد لها، فالمحسنون ضموا بعضها إلى بعض وقالوا تحسن بالمجموع. فقلنا إذا كانت تحسن بالمجموع ولو لم تحسن بالمجموع وعملت بالحديث العام فأنا الحمد لله على خير إن شاء الله. يعني إن شاء الله الأحوط الثالث عشر اللي هم الأيام، أنت مش مذنب يعني، يعني إذا صمتها إن شاء الله أنت ممتثل للحديثين إن شاء الله. الله أو صومهم متفرقين. الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. الله يبارك. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي عدة أسئلة قبل أسئلة أخرى. تفضل. السؤال الأول، قال تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. الكفر هنا مخلد في النار، يعني الكافر المخرج من الملة ولا لا؟ يفرق الجاحد عن المستضعف. الجاحد الذي ينكر حكم الله المنزل أو يقول حكمي يساوي حكم الله أو يبدل آيات الله، ده كافر مخلد في النار. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله طمعا في دنيا، حبا في دنيا، حبا في دنيا بكل صفة بكل توابعها، يعني فهذا كفر دون كفر.
فإطلاق العلماء أن هذا كفر دون كفر. لماذا قال بعض العلماء إن الآية نزلت في اليهود؟ هذا قول عدد من العلماء. ما الفارق بيننا وبين اليهود؟ ما هو الحكم واحد، ما أنت حكمت بغير ما أنزل الله واليهودي حكم، لكن في فارق مهم. أن اليهودي مثلا كان يأتي للآية، مثلا آية يمسحها ويضع مكانها كلاما آخر ويقول هذا كلام الله ويحكم به. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لو مسلم عمل هذا الفعل يكون مخلى، يكون كافر خارج عن الإسلام. يعني لو مسلم جاء لآية حذفها وقال قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاسجنوهما سنتين مثلا، شأنه شأن اليهود. لكن القاضي المسلم الذي يقضي في هذه المسائل يعرف تمام المعرفة أن حكم الله في السرقة اليد، لكنه يقول أنا عاجز. فكفر دون كفر. قال ابن عباس، قال طاووس: عموم مدرسة ابن عباس يقولون ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي أنا دكتور في الطب البيطري، وساعات بنزل نتدرب مع دكتور. الدكتور ده مثلا بيجي له كلام من الشارع، ساعات مثلا الكلاب دي ساعات بنخدرها وممكن نعملها عمليات، نعمل عليها جراحه، وممكن حاجه سواء تموت منين. ده كده حلال ولا حرام؟ لا، للتعليم ما فيش مشكله ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ الجليل. اتفضل. الله يغفر لي ولك. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي كم سؤال لو سمحت. سل عما بدا لك. الله يجزاك خير. اسال حضرتك عن افضل صيغه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل صيغه اللهم صل وسلم على نبينا محمد او اللهم صل وسلم على نبيك محمد وردت؟ اولا كوني اقول لك افضل صيغه لا استطيعه ولا يستطيعه غيري، لان النبي عليه الصلاه والسلام ثبتت عنه عده صيغ باسانيد ثوابت، والذي اختاره كثير من العلماء في الصلاة على النبي داخل الصلاة، داخل الصلاة حديث كعب بن عزرة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. ولكن هناك عدة صيغ أخر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الإجزاء، فالله لما قال للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كيف ترجمها النبي إلى عمل أو إلى قول؟ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، قال: اللهم صل على آل أبي أوف. فأنا إذا قلت اللهم صل على محمد امتثلت قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم، امتثلت كذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص صلى على النبي كده؟ نعم صلى على النبي، عليه افضل صلاه واتم تسليم. تمام. شيخ انا هحكي لك مشكله، يعني ان انا انا واخواتي يعني في البيت وكده، فالمشكله ان انا اقل حاجه بعملها امي بتتنرفز مني وبتتعصب عليا وبتجري عليا على طول. فلما اقولها واخواتي بيعملوا مصايب يعني جرائم، بيقعدوا يزعقوا ويعلوا صوتهم عليها، واحيانا بيقلوا ادبهم عليها وبتاع، وما بيهمش عليها تشتمهم، هم اولاد كلهم وانا وحيده البنت. فبقول لها، فبتقول لي ايه عشان، فانا بقول لها اشمعنى يعني انا بشر زيهم. انا احيانا مثلا لما صوتي يعلى او كده
فبقول لها، فبتقول لي انت بت، فانت كده هتجيبين الكلام من الناس، انت كده انت كده الناس هيقولوا امها مش عارفه تربيه. اما هم اولاد ما حدش هيضايقه، والبنت الدعاء عادي عليه، اما الولاد لا، ما الولاد ما ينفعش حد يجي عليهم. وكانت بتقول لي الكلام دي برضه من وانا صغير يعني، فالحكايه دي جابت لي عقده منها يعني. هي كويسه معاها كل حاجه الا الحاجه دي، فانا مش عارفه يعني. ربنا تحملي لوجه الله وكلمي اخوانك الذكور ينصحونها، لانها تتصرف تصرف لا يرضي الله. والنبي يقول لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا ساعة من الله فيستجاب في الدعاء. مشكلة دلوقتي إن المجتمع ظالم، فالبنت تعمل أقل حاجة، لا البنت وحشة، لا البنت خلاص وحشة وما أعرفش إيه. اما الولاد ما في عادي يعملوا لهم عايزين. لا لا كلامها غلط، هي بتحاسبني على هذا الاساس. لا اساس غلط، اساس غلط وحرام، ظلم ظلم. لا تشتم ابنتها بدون سبب ولا تؤذي ابنتها بدون سبب، طريقة تربية خاطئة. نعم. طب ابلغها السلام وقل يا والد الله يغفر لك، انا سألت واحد وقال لي يا والد الله يغفر لك لا تكوني سبابة ولا شتامة ولا طعانة، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، وليس من هدي الرسول هذا الذي تفعلينه أيتها العجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. كيف حالك؟ أنا كان عندي سؤال بخصوص السحر، هل لو شخص يعني علم إنه مسحور هل فيها علاج طبقا للسنة؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا أكثر من الدعاء، استمر شهرا أو أكثر من شهر يدعو. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا. إضافة إلى الدعاء اقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص وارقي بها نفسك وما استطاع، وارقي بها نفسك ما استطعت من جسدك، رأسك وما استطعت من جسدك. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، السحرة لا يتحملونها. عرفت؟ عرفت؟ عرفت عرفت فالزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله وسلمك. الله يعزك يا رب. أحمد زكيري بارك الله فيك، في سندي بعض المقال يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان في سؤالين يا شيخنا. تفضل. الأول أنا شغال في مجال الموبايلات. طيب. في العدد اللي هي النوكيا ديت اللي هي الصغيره بتيجي من بره دي ما لهاش ضمان، فاحنا بنقول للعميل مثلا ان ديت ضمان مثلا دولي، ممكن مثلا بنجرب فيها كل حاجه وهو واقف، بس بعد ما يمشي مثلا بتحصل فيها مشكله لما بيرجع لي. انت عفوا قول ما ليش دعوه بيها. انت كذبت عليه ام لم تكذب؟ لا انا قلت له ان دي ضمان دولي انا ما لهاش ضمان، يعني لو خدتها من هنا ورجعت لي بيها انا ماليش دعوه بيها. يعني لا انا ما فهمتش كده، تفهمنا برفق. يعني هل معنى كلامك هذه السلعه ضمان دولي انه ليس لها ضمان؟ اه انا ماليش ضمان في مصر، انا ماليش دعوه بيها، وانا بقول له انا هجرب لك كل حاجه في الموبايل يعني هنا مثلا. بس كلام افهم بس فهمني عشان لا استفيد. كلمه هذه ضمان دولي يعني ليس لها ضمان في مصر؟ اه ده في عرفكم كده؟ تمام. هو يعرف الكلام ده المشتري؟ ما انا بشرحه له.
هجرب لك كل حاجة هنا عشان لو مشيت من المحل ورجعت لي كده انا ماليش دعوة بالجهاز. طيب فهل مثلا دي كده ما فيها بيع محرم؟ لا ما فيش فيها بيع محرم، بس في ممكن يكون خطأ لا يكتشف في الحال. ما هو في خطأ، في خطأ بيكتشف عليها. ما هو في خطأ بيكتشف بالاستعمال. تمام. خطأ ما يكتشفش بالحال، لكن سيارة مثلا تمام. ممكن إذا لفيت بها لفتين ماشية كويس، إذا مشيت بها على سرعة 120 على طريق سريع يظهر الخلل. ما هو لازم نرجع لأهل المهنة. لازم نرجع لأهل المهنة من أمثالك. نقول يا جماعة يا مستأمنون أنتم يا من نستأمنكم، هذا الولد اشترى هذا الهاتف من هذا الشخص، حصل فيه كذا كذا كذا. في الأول قال له افحص، فحص ما وجد فيه شيء، لما روح قال حصل كذا. نحكم لجنة من أهل العرف في المهنة. لا هو مش بعيب المستخدم يا شيخ. يا حبيبي إذا كان مش عيب المستخدم، عيب في الآلة أنت ملزم بها. طب انا كده اصلا انا بقول يعني انا كده لو خدتها انا اللي دفعت منها كده يبقى ما اجيبهاش افضل. طب ما انت ما اجيبهاش افضل اذا كان كده. تمام. بس انا انت بتجيبها بسيبولك بوانس كما لا اخفى. لا والله انا بس باخد مثلا الكرتونه مثلا 25 جهاز، هي 25 جهاز بسعرها. خلاص انت بتجربها للزبون ما خلاص تديها على كده. خلاص اذا انت شايف كده ما تشتريهاش. شايف انا في سؤال كان حضرتك عايز اسال حضرتك. اتفضل. انا كنت سالت حضرتك من فتره على صلاه الجمعه، ان احنا عندنا كذا مسجد في منطقه واحده، فانت قلت لي الصلاه صحيحه لكن الاول تجمع المسلمين. طيب صحيح. طب هل الاولى ان انا اصلي مثلا في اقدم مسجد، ولا ايه الاولى اصلي في اي مسجد فيهم؟ صلي في مساجد تابعه للسنه. اه. خلاص صلي في التابعه للسنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضل الشيخ مصطفى، احسن الله عملك. واياك تفضل. وزادك من فضله يا رب. واياك تفضل. نحن نحبك في الله يا شيخ مصطفى والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يكرمك. يقول انس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فهل تسمح لي ان اكون خادما عندك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيكم. نحن أحقر من ذلك، جزاك الله خير. الله يبارك لك يا رب. الله يسلمك. لكن نحب أن نكون في خدمتك. لا أستحق هذا الذي استحقه الرسول من أنس. أنا عبد من عباد الله، شأني شأنك. شأني شأنك، لا أحتاج خدم ولا أحتاج، أنا أخدمك كما أنك تخدمني. جزاك بارك الله كل خير. الله يكرمك. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ انا عايز اسألك سؤال. بالنسبة انا عندي حساب في البنك بالجنيه المصري. حساب في البنك بالجنيه المصري. وعندي حساب تاني بالدولار. ماشي اللهم بارك. وبعد لو انا حولت يعني كل لما يجي معايا مبلغ احوله من حساب الجنيه للحساب الدولاري في البنك وسحبت الدولار، سحبت المبلغ بالدولار وبعته في السوق السوداء بغرض ان انا يعني ازود من امكانية دخلي كشاب وكده، ما دام ما فيها شيء محرم خلاص. جزاكم الله خير يا نوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في وقتك وعملك يا شيخنا، ربنا يبارك. ولك بمثل، تفضل. يا رب اللهم امين. ام عندها ثلاث اولاد. طيب. رحمها الله في مرض الموت من حوالي 8 سنين. ليها ابن كان بيعمل في بلد عربي يعني بلد خليجي. هو دكتور فاستخدمها هناك عشان يعني يحاول يبحث عن فرصة أفضل للعلاج وصرف عليها مبلغ، ولكن يعني جزاك الله خير يا عمر. الحمد لله رب العالمين. سقاك الله من تسنيم يا رب. اللهم آمين. الله بعد كده حضرتك إخواته سألوه
عن تكاليف اللي صرفها على العلاج، فقال لهم انا لسه ما اعرفش المبلغ وهشوفه اقول لكم. اكرر هذا السؤال ثلاث مرات يعني على ثلاث مراحل. يعني هو في الخارج وقال لهم ارسلوا امي الي ونعالجها. اي نعم. وبعدها اخوانه قالوا له يا اخي احنا نريد نشارك في علاج امك. علاج امك كم؟ قال ما اعرفش. قال لا اعرف. فقال لهم انا لسه ما اعرفش، هشوف الفواتير واقول لكم. وبعدين خرب بيتهم يعني ولا ايه؟ ما هو اصل اللي بيشتغل في الخارج. اتكرر الموضوع ده، السؤال اتكرر منهم ثلاث مرات. وبعد كده بعد ثمان سنوات دلوقتي هو بيطالب المبلغ اللي صرفه بريالات. ريالات. ايام ما كان ريال بنص جنيه. اي نعم. ودلوقتي الان يطلب الريال والريال ب10 جنيه. اي نعم. علاج امه. اي نعم. اه ليس له ذلك. تمام. الله يسلمك. حسنا مش عارف ناس ايه ما هذه الندالة. لا ارحام راقب ارحاما ولا راعى حرمة الولدة ولا رحم الناس كل النواحي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك. تفضل يا حبيبي. عندي سؤال يا شيخنا، ما حكم تطبيب الأسنان؟ يعني بيكون مثلا بيعمل في العيادة وبيكون مثلا بيعمل مع مريضة، تمام، وفي خلوة، خلوة تامة. لا يجوز له أن يخلو بامرأة. لا يجوز قولا واحدا. إياكم والدخول على النساء. إلى فرأيت الحم يا رسول الله؟ قال حم الموت، قريب الزوج ابن عمي ابن خاله. أيضا ليخلون رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان إلا أن يكون ذا محرم منها. سؤال ثاني شيخنا جزاك الله خيرا. وبعدين طبيب الأسنان ده بالذات احذر منه يعني في علاج النساء. سؤال ثاني شيخنا. ها. ما حكم احنا رايحين مصر بإذن الله كمان مثلا أسبوع وهنكون اخوه مع بعضنا وفي مكان يعني هنروح مكان بعيد عن الناس مش هيكون فيه الا احنا وهنكون لابسين يعني لبس طويل مش هنكون عورات باينه. ماشي. لا يا حكمها حلال باذن الله. الميه حلال انك تستحم والعوره مستوره. احنا نحن مش احنا، احنا ايه احنا؟ نحن. اي نعم قل نحن كده. اي نعم. نحن. مالك يا نحن؟ طب نحن يعني مع بعضنا مالك؟ احنا نكون في مصر يا شيخنا برضو وكده. مش انت يا اخي بعد عن النساء؟ النساء لا يرونك ولا ترى النساء. بإذن الله. بإذن خلاص ما في مشكلة نحرمها. لماذا؟ جزاك الله بس انتبه من الوحوش والقروش. انتبه بس. جزاك الله. حسن الطنطاوي مالك يا حماش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اوصل اسئلتي يا شيخنا من تفضل حضرتك من خمس دقايق بس من حاجة شيخ من الاسئله. يعني بالنسبة للشهادة في المحكمة، لو هل الفيديو المصور يؤخذ مكان الاثنين شهود ولا لا؟ الكلام راجع للقضاء، القضاء الذي ينظر، لأن الصور ممكن تلفق. جزاكم الله خيرا. طب بالنسبة للرضاعة، تحريم الرضاعة حضرتك كنت اتكلمت عنها على النت وقلت ان هو في خمسه او في واحده وثلاثه، انت اللي هو الجمهور رد على الثلاثه ديت على ثلاث رضاعات محرمات، فهل في رد على الامام الشافعي اللي هم في خمس رضاعات محرمات ولا لا؟ هي الجمهور يردون على هذا الاستدلال الذي استدل به الشافعي، كان فيما انزل على رسول الله حديث عائشه خمس رضاعات. الجمهور يعني الاقوى راي الامام الشافعي ولا الجمهور؟ اصبر علي يا حبيبي. اصبر. هناك أكثر من قول في عدد الرضعات المحرمات. يرى جمهور العلماء أن الذي يحرم رضعة واحدة تحرم. ما مستندكم يا جمهور؟ قالوا مستندنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يحدد عددا. ثانيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. ثالثا قول النبي العام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا كلها نصوص عامة. أجابوا على حديث
لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوج ولا الأملوجتان الذي استدل به بعض الحنابلة أن الذي يحرم ثلاث، قالوا المصة الشفطة كده يعني يرضى رضعة، يرضى رضعة واحدة، شفطة شفطة واحدة، فقالوا هذا. فأجيب عليهم أن في رواية رضع ورضعتان لا تحرم رضع، قالوا هذه رواية اللي فيها رضع أثبت منها التي فيها المصة من ناحية الثبوت تصرف بعض الرواة. ثالثا ذهب فريق كالشافعي الذي يحرم خمس استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات، عشر رضعات مشبعات يحرم، فنسقنا بخمس معلومات. في زيادة اصبر لا تتكلم إلا منتهي لأن الموضوع حساس شوي. في زيادة فيها فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن، هذه زيادة توفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن ضعيفة معلولة معلولة حديثيا. يبقى النظر في جزئية قول عائشة كان فيما أنزل على رسول الله عشر رضعات محرمات، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسقنا بخمس معلومات. قالوا أين هذا الناسخ؟ قالوا هذا فهم عائشة ليس منصوص كلام رسول الله. أين الناسخ؟ فين الخمس رضعات؟ فين القرآن اللي فيه أن خمس رضعات كاملات مشبعات يحرمنا؟ ولم ينقل هذا أحد غير عائشة. فهذه وجهة الجمهور في الرد على عائشة أو على الشافعية وعلى الحنابلة. أنت فهمتني يا سائلي؟ أظنه ذهب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واسمح لي أخي الكريم في زيادة بس أضيف على، جاء عقبة بن الحارث إلى رسول الله فقال إني تزوجت بنت أهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة، فقال كيف وقد قيل دعها عنك، ولم يذكر عددا. هذا من استدلالات الجمهور أيضا. السلام عليكم، تفضل يا حبيبي. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذن حضرتك عندي مسألة. سل عبد الرحمن مالك تقبل وتدبر. أنا عندي مصنع أنا وخطري، فحصل بيني وبينهم اختلاف. من بينك وبين من؟ بيني وبين إخواتي. الله يعافيكم من الاختلاف. اللهم آمين. فحلفت إن أنا علي الطلاق إن أنا أطلع أنا وأولادي من الشركة. أيوه عليك الطلاق تطلع أنت وأولادك من الشركة. نعم. وهترجع في كلامك. يعني لو كان فيه بحث وحماش كفر كفارة يمين وارجع في كلامك. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. عندي سؤالان. السؤال الأول سل. نحن نعمل بالتجارة. نعم. السؤال الأول نحن نعمل بالتجارة تجار. الله يبارك لكم. اللهم آمين. ولكن عندنا بند جهاز ضغط نحن نعمل في مستلزمات طبية. جهاز ضغط هو صيني. ها؟ جهاز ضغط زئبقي صيني صفته. جهاز ضغط صيني. جهاز قياس ضغط صيني. وبعد؟ نعم. لكن بعض التجار يضعون عليه علامة أنه ياباني. أيوة حرامية وغششون. عليه حفر أنه ياباني. أي معروف طرق الغش. لسمة صينية. ها؟ فنحن نبين للناس انه صيني لكن هو حفر علي انه ياباني. انت تاجر جمله ولا تاجر قطاعي؟ نحن تجار جمله. انت تاجر جمله. جاء واحد يشتري منك اجهزه ضغط، اعطيته اجهزه ضغط 100 جهاز مكتوب عليهم 100 انجابان، وانت كرجل ورع قلت اسمع يا عمي الياباني غالي جدا ب 1000 جنيه وهذا جهاز ضغط ب 20 جنيه هذا صيني. لا تغرنك الكتابة، صح كده؟ أنت كده هو ربما يبيع على أنه ياباني لله. اصبر يا أخي من سأجيبك. نعم. أنت رجل تظن نفسك أمينا. نعم. لكنك تساعد على الغش، مشتري منك ما تضمن أمانته. أنت قلت له صيني لكن منحوت عليه ياباني، يأخذ يبيعه على أنه ياباني، ساعدت على الاسم والعدوان. تمام. فلا تشتغل في مثل هذه البضاعة المزورة المزيفة.
جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. يعمل عندنا أناس يعني. من الذي يعني؟ يعمل عندنا أناس يعني، من الذي يعني؟ يعني كلمة أعني، تقول أعني 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 باب التعليم يعني مثلا. منهم من لا يكتفي بالأجر. طيب. فيعمل لنفسه يعني بيعة أو تجارة في وقت العمل المحدد له. بمعرفتك أو ليس بدون معرفة. معرفة، لكن نحن نعلم أن هذا يعني الغالب على الذين يعملون في الموظفين يعني. يعني أنت راضي بهذا أو غير راضي؟ يعني أغلب أنا ربما أكون لازم يبين لك. طب ما دمت تعلم انه يعمل لنفسه تجاره خاصه وساكت. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه فضيلة الشيخ. نعم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بنتي متزوجه يعني زوجها بخليل عبد الرحمن جوه متزوجه يعني في خلاف بينها وبين زوجها على الشغل يعني. بص حضرتك هو مش بيصرف يعني بصعوبه جدا، والامر شديد جدا. معاها ثلاث اولاد محتاجين مصاريف كامل، فراحت تدي درس كده لبنات صغيرين في بيت هي منتقبه والام منتقبه ودي بنات. بعد ما وافق بيعترض كل فتره على نفس الموضوع الدرس، ولا انا كنت مشترط قبل ما اتجوزتك. كان مشترط على ايه؟ كان مشترط قبل الزواج ماذا؟ ما كانش ما قالش حاجه. واخدها مش بتشتغل يعني، كان واخدها مش بتشتغل. طب هي كانت 18 سنه 19 سنه ما اشتغل قبل ما اتجوزت. حياه صعبه جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل. فهي انا اسالك سؤالا، هو لما تزوجها قال اشترط الا تعملي؟ لا ما اشترطش كده. طيب هي تريد تعمل بعد الزواج وهو يريدها ان تجلس في البيت. ايوه. هو يكفيها مؤونتها؟ مؤونتها؟ لا ما حياه صعبه جدا، وهي بتروح تاخد درس كده جنبها جنب في بيت جنبها، تروح تدي درس للبنات الصغيرين وتيجي، وهو وافق في الاول، وبعد ما راحت وارتبطت بالمواعيد بتاع الدرس كل ما ترجع من الدرس يعمل خناقه ويعمل مشاكل. خدت فلوس من الاولاد؟ اه. وهو اذن رجل لامراته. اه. اسمعي الكلام وقولي لي الصياغه صح ولا خطا. امرأة استأذنت من زوجها أن تذهب إلى مكان قريب في دروس خصوصية، تعطي الأولاد دروس خصوصية، فأذن لها وذهبت وأخذت الأموال من الناس وبدأت تدرس للبنات دروس خصوصية ولا فتنة، فرجع في كلامه وهي قد أخذت الأموال، هل له ذلك أم تستمر في إمضاء الشهر؟ تمضي الشهر وبعد الشهر تفكر. طب هي مضى الشهر يا فضيلة. خلاص مضى الشهر، لا تعقد عقدا جديدا الا بالرجوع اليه. الا اذا كانت اخذت فلوس نصف سنه مثلا. بقول ما حكم جلسه الهيدرا في شيال للوجه؟ ده عباره عن جهاز بينظف البشره ويعمل تقشير خفيف. لا اعلم عنه شيئا. لازم الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا حبيبي. لو سمحت، هل يجوز للأخ أنه يساعد أخوه بالمال في زواجه ويحسب هذا من زكاة المال؟ لا، إذا كان أخوه فقير ولا يستطيع التزويج نفسه. هو فقير يعني، إذا كان فقير يعطيهم زكاة المال لفقره. يجوز للأخ أن يعطي أخاه الفقير من زكاة المال، لكن تعول على ماذا؟ على الفقر. ما هو وما يقدرش يزوج نفسه يا حبيبي. إن كان فقير، أنا هقول لك الآن، أنت بشغل إيه؟ ماذا تعمل؟ مهندس. مهندس. يا مهندس، أنت أول ما اشتغلت يا مهندس مرتبك كم تقريبا؟ 1000 جنيه. ألف؟ أنت من أيام زمان بقى ولا إيه؟ أنت كبير السن. 2006. ها؟
2006. 2006 كان 1000 جنيه. احنا نتكلم الان، الان يا مهندس، المهندس الابتدائي بياخد كم تقريبا؟ 3000 جنيه 4000 جنيه. 4000 مثلا. هذا الذي ياخذ 4000 جنيه، خلينا في الطبيب، طبيب مبتدئ، ما ياخذ 6000 جنيه 7000 جنيه مثلا، هذا لا يستطيع الزواج الان. لكن هل في العرف نقول هذا فقير ويستحق زكاة؟ لا طبعا، لا طبعا، لانه ممكن يحوش وبعد سنتين ثلاثة يتزوج. نعم ايوه خلاص. لكن اذا استدان وتزوج هيكون صاحب، هيكون مدين، والمدين من مصارف الزكاة من غير تبذير يعني. الله يبارك فيك يا ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم نعم. حكم الكلام مع غير المحارم مع ضوابط الشرعية يعني. ما انت بتكلمين اهو الان. نعم. مش بتكلمينا، انت تكلميننا وكل الناس سامعينك. تمام يعني. خلاص انت افتتي. انا بكلم شيخ عشان يحفظ اني القرآن وخدت منه رقمه عشان اديه لزوجي. فزوجي قال لي لا كده غلط وده يستوجب الطلاق او الضرب. اعمل ايه؟ قل له ان الله قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل بالهاتف سألته من وراء الحجاب عن رقمي حتى اعطيه لك. هتنضرب ليه ولا تطلق ليه يعني؟ هذه الشدة الا اذا كانت في امور تانية انا ما اعرفهاش يعني. لكن البادي لا يستوجب لا طلاقا ولا ضربا. هذا رجل صعب شوي عبد الرحمن. اما طلاق اما ضرب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. امال ادي لها علقه بقى اذا كلمتنا احنا دلوقتي اعمل فيها ايه بعد ما. تفضل يا حبيبي. بعد اذنك يا شيخ، كنت بقرا في كتاب رياض الصالحين وجدت حديث ابو هريره على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا من سئل لاخر الحديث. بادروا بالاعمال سبعا سنده معلول، في ضعف. سنده معلول ولكن مكتوب بجانبه رواه الترمذي وتحت ضعفه الالباني، بمن اخذ؟ لا هو ضعيف الريح. الشيخ ناصر رحمه الله عليه اصاب في هذا المقام. تمام. في تفسير آية بعد إذنك مولانا في سورة هود في صدر السورة أما إنهم يسنون صدورهم. أنا أريد تفسيرها في كتاب حضرتك صحيح بتاع ابن كثير بس ما فهمتهاش بعد إذنك. فيها وجهان، فيها وجهان لأهل التفسير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان يقينهم بالله شديد ومراقبين لله مراقبة شديدة كان أحدهم يستحيي أن يتخلى إلا مستورا، يقضي حاجته أو يجامع زوجته إلا مستورا ويبالغ في الاستطار. فقيل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم وهم ملفوفين في الثياب يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه يعرضوا بصدورهم عن رسول الله ويغطوا جم حتى لا يروا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقبلون دعوتها كما قال العبد الشكور نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهمت؟ فهمت. أنا بعد إذنك يا مولانا. ليا صديق في العمل هو نصراني ففتح حوار عن الربا والبنوك وكده فأنا بحاول أنصحه لوجه الله وأحث على الإسلام وأسأل الله أن يهديه يعني إن شاء الله. آمين يا رب.
ولكن مع العمل اصدقاء مسلمين يتعاملون بالرضا، انا انصحه لوجه الله واحاول احثه على الاسلام وهم يتعاملون بالرضا ويقولوا عادي عادي، وهو يحط صحابه في المسلمين لما بيتعاملوا بالرضا. انت عامل لي اسمها شيخ، طب اتعامل معاهم ازاي مولانا او انصحهم ازاي؟ انا احاول احث الراجل على الاسلام وهم يصدقوا. تابع يا عبد الرحمن، شوف هل تابع؟ لا ما نقولش تابع الساعه، تابع بس الصفحه فيها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اشهد الله مولانا اني ببسط لما بشوف الضحك على وشك. يا رب اجمعنا واياك على كل خير، الله يرزقنا واياك الابتسامه وانه اضحك وابكى. الله. ليه سؤال يا مولانا بس، يعني شخص سامحني شويه مش ينفع اساله على الهواء. طيب اساله على الخاص ان شاء الله بعد الدرس. هتسالني على نفس الرقم مباشره بعد الدرس مباشره؟ لا رقم ثاني 0153333883. شكرا جزيلا يا مولانا. جزاك الله خير يا شيخ القرماني، بارك الله فيكم. ونضر الله وجهك يا محمود ابن يسري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب بخير في نعم من الله الحمد لله. هو انا متجوزه يعني علاقتي بجوزي كويسه الحمد لله، بس في مشكله ان هو على طول بيزعل مني ان انا مثلا مشغوله بالولاد مشغوله في البيت، وما بروح اصلحه او يعني اعتذر له كده ما بيرضاش، ويفضل مثلا مخزنني بالاسبوعين بالعشر ايام، وانا بتضايق من ده او بزعل من الحركه دي، عايزه مش عايزه اروح تاني يعني. فانا لو ما صلحتوش هيبقى حرام عليا؟ لا صلحي برضه، في جوز راجل بيقولوا عليه زوج بأمصة، تعرفي اللفظ بأمصة يعني ايه؟ في الأرض هو كده بالظبط. ها؟ هو على طول زعلان وبدون سبب، انا ما اعرفش الاسباب. يا اختي الحمد لله. شوفي يا اختي ادعي له ربنا ان يصرف عنه الحزن. هو كويس الحمد لله. ايه بس الحزن مش كويس، الحزن يعني دايما حزين كده حزين، لازم انا بس عايز اروح اصلح لان انا يعني بروح له كتير جدا وهو بيرفض. ادعي له بالهدايه. يعني لازم اصلحه، انا بس خايف لا يكون حرام عليا. انت عملت حاجه عشان يحرم عليك؟ انت عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه. خلاص ما عملتيش حاجه، بدل روقي بالك، الله يهديك ويصلح بالك. انت عملت حاجه زعل، هو زعلان من نفسه خلاص يزعل، ربنا يهديه يا رب. ادعي لنا يا شيخ. الله يصلحنا واياك واياه يا رب. سامعنا السماعات. السلام عليكم. تفضل. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت، بالنسبه كان فيه رافعين قضية وخدنا فيها حكم، بس الشغل ما نفذش الحكم، يعني هو المحامي جاب لنا فعلا الحكم بالمبلغ اللي احنا هنتقاضاه يعني. طيب. بس الشغل رفض يعني لحد الآن، هم قالوا لنا إن فعلا هناخد المبلغ وكده، وبعدين بعد ما قالوا إن احنا هناخد المبلغ رجعوا تاني وقالت في غلط في الحسابات والدنيا والأمور لسه هتتظبط. بس الحكم جه من المحامي بالفعل، فهل المحامي دلوقتي له ان انا اديله المبلغ بتاعه؟ لا انت لم تستلمي، لم يكمل مسيرته، يكمل مسيرته. اذا استلمت الفلوس اعطيتيه نسبته. بس هو الحكم جه ان احنا فعلا ناخد المبلغ. يا اختي جالك ان ما استلمتيه. لا ما استلمته. خلاص المحامي تبع القضية. يعني لحد ما استلم المبلغ وتجي لي المبلغ. نعم. في الحاله دي اديله. نعم. طب ما اديلهوش جزء من المبلغ مثلا او اديله؟ اذا اديت له جزء من المبلغ لا هتشوفيه بعد كده، ولا خليه يكافح لاستلام المبلغ. السلام عليكم. يا الله يهديك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. الله يحبك لله جدا جدا جدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحسن الله إليك. كان عندي سؤال كده ممكن أقول لحضرتك؟ ممكن، تفضل. أنا داخل أولى جامعة، فبإذن الله يعني من سنة كنت بكلم بنت.
بتكلم بنت ايام الضلال، ايام الضلاله. الحمد لله ربنا هداني اياميها، ف بدات حفظ القران، فقلت ايه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كويس. وبعدين جت عروسه ولا ايه يا رب؟ كنت اعرفها. جت عروسه يعني ثانيه ولا لا؟ لسه. لا لسه. هتفرج ان شاء الله. اتفضل، ما السؤال؟ المهم انا ايه كلمتها قلت لها والله ما ينفع خلاص هكمل وكل واحد يشوف صاريه بقى وكده. فالمهم قلت لها بقى ايه، زعلت بقى كده؟ ما قلت لها معلش زعلت بقى. قلت لها اوعدك، انت لا ما ينفعش تزعل البنوته الحلوه. قلت لها اوعدك ان باذن الله ربنا يعني ييسر الحال سنه 3 4 مثلا، واجت اذن كده بس وعدتها. وبعدين زعلان بقى وكده وايه، عشان انا ولد حب يعني وكده. لا يعني طيب، يعني ايه اللي يخصني انا؟ ما السؤال، ما السؤال؟ المهم ده ايوه، ان انا سمعت حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام قال صفات المنافقين ثلاث، اذا وعد اخلف. فانا ايوه اذا وعد انا دلوقتي بشوف واحده منتقبه، يعني هي بتشوف في مزاجي خالص. ايه؟ نفسي في واحده منتقبه، فانا طيب لقيت يعني معاك فلوس تتزوج الان ولا لسه برضه 3 4 سنين؟ لا لسه سنتين كده ولا حاجه ان شاء الله. خلاص شيل الموضوع ده من دماغك، لما تفرج عليك تتزوج. انا والله ما في دماغي. السلام عليكم. لما تفرج عليك تتزوج. انا والله ما في دماغي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شكلي؟ الحمد لله. وبس وعدها يخلف يخلف. السلام على النساء. ها؟ حرام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضرب احدكم بمخيط في راسه خير من ان يمس امرأة لا تحل له. ها؟ الحديث ده اختلف في وقفه ورفعه. ما عقل ابن يسار عن رسول الله وما عقل ابن يسار من قوله. والسؤال؟ السؤال قال ابن عباس في قوله تعالى: ولم يمسكني بشر، المس بمعنى الجماع. صح. لا لا يؤخذ معنى الجماع في 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 هذا الحديث، المس بمعنى الجماع في هذا الحديث. انت عرفت الاول اللي انا قلت لك، روي مره مرفوعا على عن معقل ابن يسار عن رسول الله، ومره من كلام معقل ابن يسار. بغض النظر عن هذا الذي اوردت عليه الاحتماليه، عائشه تقول ما مست يده رسول الله يد امرأة قط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. بالنسبة للأمة اللي هي كانت أمسكت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده واحدة مجنونة يا عم الشيخ، تاخذ بيد الرسول هكذا وتمشي، مجنونة، كانت في عقلها شيء. طب معلش، وفي رواية أخرى عامة، في رواية أخرى عامة ما يستلزم المصافحة، واحدة امرأة جات كبيرة السن خدتك من مشات، مش هتب فيها كالاسد، سيبي، مش هتعمل كده. فلكل مقام مقاله. طب ماشي، اذا السلام على النساء اذا كان من باب الاخذ باقل الضرريه. ضرر ايه بس؟ يعني انت صفح البنت الحلاوه اللي معاك في الكليه؟ انت موظف ولا بتشتغل ايه؟ لا انا لسه طالب والله، بس يعني احنا انت طالب في زميله لك عايز كل يوم تصفحها وتسلم عليها وابتسامه وضحكه و هفهم حضرتك الموقف بس اللي حصل لي، يعني احنا في بيئه قرويه وكده. ايه. يعني انا متربي في وسط ناس من وانا صغير لسه في البيئه من قبل ان اولد من دولي، ف يقابلونا الصبيان، يعني احنا مثلا عندها 40 سنه ممكن تاخدني بالحضن او تبوسني او حاجه زي كده. تاخدك بالحضن؟ والله يعني انت عايز يعني تمشي الاعداد دي، انت كم سنه وهي كم سنه؟ اللي هتاخدك بالحضن دي كانت تاخدك بالحضن وانت يعني في 3 4 سنين، تعال يا حماده وتاخدك حضن وبوسه يا حماده. الان انت بقيت يعني مراهق 20 سنه وهي مثلا 40 سنه، تاخدك بالحضن يا حماده في الشارع؟ زوجها واولادها، وانا لا اقبل هذا الكلام. فانا انا بسالك، ده بيحصل في البلاد الارياف محترمين شويه مش كده؟ لا يعني هم محترمين كلهم عدا الاقارب يعني، فانا بسلم من باب دفعها عني يعني، حتى ادفعها عني. طيب اختارها على كل اللي انت عرفت اختار قاعده تخف ضرري. مع السلامه. انا يجوز هذه الحلقه حط شيء قماش على يدك وخلصنا الدور يا حماده. ماشي، جزاك الله خير. طب معلش اخر سؤال، انا اسف.
اللي هو في عقيدة اسمها عقيدة البيضية. عقيدة ايه؟ البيضية اللي هو بيقولوا ان مرتكب الصغيرة او السيئة اذا لم يتب يخلد في النار، واستدلوا بقول الله تعالى بلى من كتب سيئة. السيئة هنا بمعنى الكفر، كلمة سيئة تتعدد معانيها. السيئة تأتي بمعنى الكفر. بل من كسب سيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآية الأخرى إن تجتنبوا، اسمع، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سيئاتكم يبقى في الكبيرة هنا بمعنى الصغير، السيئة هنا بمعنى الصغيرة. فالسيئة كلمة سيئة تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. طب قولي تعالى من يعصي الله ورسوله، نفس الشيء المعصية، يعني ربنا أمرك بأمر، الأمر ده أمرك أن توحد فعصيت وأشركت كفر، لكن أمرك أن تغض بصرك ما غضضت تكفر. لا خلاص يبقى المعصية تختلف. لا لما يقول يكفر لخلي هذه الآية يا تنها. حبيبي افهم الكلام، ما تكونش يعني فكرك متعب كده. انا سألتك سؤال، قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وانت ما غضضت بصرك تكفر. اهل السنة الجماعة كلها يكفر. طيب وانت رأيك ايه انت بغض النظر عن اهل السنة والجماعة؟ انا معه الحمد لله خلاص يكفينك يا حبيبي، جزاك الله خيرا. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا
صالحاً ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل شخائم قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم فك الأسار المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.